أخلت محكمة مصرية سبيل مدرب المصري بورسعيد حسام حسن واثنين من مساعديه الموقوفين منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد التعدي على مصور إثر المباراة التي جمعت فريقهم مع غزل المحلة في مسابقة الدوري المحلي. تشهد المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة قدم الليلة مباراة النادي الأهلي المصري مع ضيفه الوداد البيضاوي المغربي في الإسكندرية. ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سيكون نجم الساحل التونسي حامل اللقب على موعد مع فريق أهلي طرابلس الليبي.